بنسوي لكم ألذ وأحلى مضبي ممكن تذوقونه، ما يحتاج تعب، ما يحتاج فحم، ما يحتاج حطب، ما يحتاج، وريحته تملأ عليكم البيت، مرة شيء لذيذ. الدجاج راح أطرقه حتى يصير متساوي وأتبله وخليه يبات في الثلاجة ليلة كاملة. نستخدم هذا الحجر، حجر الحدائق الناعم، غسلناه بالمويه والصابون. تمام، الحين سخن الحجر بنبخه بسبريتين، ننزل عليه الدجاج، نولع الخباطه من تحت، ما نولعها من فوق ابدا ما يحتاج، بس اذا مستعجلين نسكرها شوي.